صباح ال 11:14 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ما زلنا متواصلين معكم حتى النص نهار بموسيقتنا الهيلة وبربريكتنا اللي عملوا 66 كيف. اليوم تحضر بحذايا رانيا القرقوري أخصائية التغذية. اليوم جايبت لكم حاجة تريز انتريسونت. اليوم السوجي اللي باش نحكيو فيه ديجا من التيتر نتاعو ما تجمو كان تحلوا وذنيكم وتركزوا معانا. برنامج التخفيض نتاع الوزن على الأقل شدوا عندكم 15 كيلو في شهرين، هذا اللي باش تحكي هنا رانيا القرقوري في البيئين. بونجور رانيا. صافا؟ لاباسة؟ الحمد لله. رانيا شنو هي الحكاية يا رانيا؟ شنو هي الحكاية؟ أنا تصدمت. علاش؟ معناها نفرح برشا، معناها كي نشوف هكا 15 كيلو نجم نطيحهم أنا في شهرين نفرح برشا. بون سي فوزابل وفما اللي ينقص أكثر، احنا حكينا على القليلة 15 كيلو خدينا كيلو عن سي، الرجال ينجموا ينقصوا حتى ال 20 كيلو أكثر شوية في شهرين. وصارت معناتها وديما تصير، ديما الكور نتاعي أون جينيرال ما يجيونيش على خاطر باش يجوني لي أنا، أما يجيو على خاطر الريزولتا أون فيت. باهي. دونك البروغرام هذايا شنو خممت باش نقول فيه؟ ديجا الأفكار ديما تجي. باهي. البروغرام هذا اي كومبري كيفاش نحكيو على نوتريسيون بطبيعه انا اوتون كو نوتريسيونيست ما نجمش نعطي اون كور بلاش ريجيم. اما الريجيم يكون سبيسيفيك معناتها كل عبد على حسب الاليمونتاسيون نتاعو على حسب هو شنو يحب ياكل وما ياكلش خاطر برشا عباد يمشي في بالهم مش يعمل كور في معناتها ريجيم عند نوتريسيونيست معناتها كل شيء انتردي. سي با فري يكون جوست الريجيم محسوب. قداش نومبر دو كالوري هذاك هو البروغرام. مثلا انا البروغرام اللي نخدم به انا بالنسبه لي انا مقتنعه به 1000% اللي ما ينجمش الريجيم يكون يتيح على 1200 كالوري هذيك ما نجمش نطيح فيها على خاطر من بعد باش ما يكونش لي فيه وبرشا يعملوا ريجيم ستريكت ويضافوا على تفاحه في النهار. اما بعديك يرجع بعد يتهلك بدنهم. دونك هذاك الفرق بين يبدا معاك نوتريسيونيست وديجا يبدا شكون التونكوراج فما زاد عباد يجيو باش لو سويفي يكون كل جمعه وباش يبداو متشجعين باش يعملوا ريجيم. كيف كل جمعه يبدا وراك شكون بيان سور تتشجع وتلقى ريزولتا تتشجع انك تكمل في الريجيم. هي الحاجه البسيكولوجيك. الثانيه باش بدلنا ما ينقصش من لي فيتامين ولي مينيرو برشا حتى ساعات راه نبدا معاهم الريجيم بيريود الاولى نعطيهم دي فيتامين برشا عباد تمشيش تاخذ دي فيتامين يقول لك سي نورمال لي مينيرو والفيتامين باش يطيحوا يحس بالدوخه يتعب كل. دونك بالنسبه لي انا زاد الحاجه الثانيه اللي لازم خلاف لو ريجيم معناتها بيرسوناليزي يبدا مشخص للعبد في حد ذاته لازم يكون الريجيم ولي فيتامين. خاطرش نقصوا البدن نحنا لابور كالوريك او ميم طون سيستيماتيكمون باش نقصوا لي فيتامين ولي مينيرو. دونك لازمنا نعطيوه مكمل غذائي على لي فيتامين. الثاني الثالث البروغرام هذا سي هي ماهوش ان سكري بالعكس الريجيم اللي انا ديما نعطيه ابارتير نتاع 7 نتاع الليل حتىكش الغدوه 7 نتاع الصباح مينيموم وينجم يزيد زوز ثلاثه سوايع معناتها 12 يقعد اجان ما ياكل حتى شيء ابار لي انفوزيون والماء ولي تيزان اللي من بعد نعطيو كيلكو استيوس نتاع تيزان يحضرهم في الدار. دونك من 7 نتاع العشيه ل 7 نتاع الصباح مينيموم ما ياكل حتى شيء. واللي يحب يزيد على السوايع هذوكم بيان سور باش يزيد يحرق اما ما نفوتوش 16 ساعه خاطر نخافوا ديما من لي كور سيتونيك باش يتكونوا في المخ نتاعنا دونك يولي هذيك خطر علينا. دونك حطوا مينيموم 12 ساعه. بعديك الريجيم بعد ما نكملوا الريجيم بيرسوناليزي يبدا معايا جمعه ريجيم وجمعتين خاطر هو البروغرام على دو موا فيهم خمسه جمعات دونك شهر وجمعه. فيه بروغرام منسور سورتو خاطر هو الريجيم شنو يعمل تضعف من البلايص الكل وديما البلاصه اللي انت حاجتك بيها مثلا كرشك ولا يزيك وكل ما تضعفش كيما انت تحب. والكور هذه معموله باش كان عنده ريتونسيون تاع ماء يعاونوا على الميزان تاع الريتونسيون تاع الماء. كان عنده شحم لوكاليزي مثلا ولد سيزارين ولا بالعمر كرشها ولات محلوله ولا ماهيش سبورتيفه قعدت الكرش غلاشي ولي ميوسكل ضعفوا دونك يعمل لي سيونس اللي حكيت عليهم المره الاخرى ديجا انا قلت دونك مش باش نعاود نحكي عليهم تاع الكبسين ومتاع الحرقان الشحم الكافيتاسيون والفيب. البروغرام هذا ما تجيش برشا مرات زاده في الجمعه تجي دو فوا باغ سومين بركا تقعد ساعتين اما سيونس تدوم ساعتين بالضبط ساعتين غير بعض دو فوا باغ سومين مده خمسه جمعات. دونك هذا هو البروغرام. فيه سبور فيه المساج امانسيسون فيه الالتراسون فيه الفيب كيما قلت لك تجي دو فوا باغ سومين اما 4 اور باغ سومين ساعتين تكمل الخمسه جمعه وتكمل الجمعتين ريجيم دونك هذوما 7 سومين ومازالوا لها 2 سومين يقعدوا ريجيم سويفي من بعد ما تكمل الكور ومينيموم البروغرام هذا ينقص 15 كيلو لي دو موا. باهي تخي باهي دونك ريكابيتولاتيف انهي تعمل ريجيم 7 نتاع الليل البروغرام لازم ما غير غش الريجيم
مدام علوين ديجان ديما نسلم عليها به كانت كيف تقول لنا نحن مراه مانيش او شو حبوا العباد باغيت ماجيك مشيت نوتريسيونيست كوب شو زعفني ديك باهي ولا خايب اور كو سي با فري انت تعطيك شنو هو الفرق بين نوتريسيونيست باهي ولا خايب اون فيت كومبيتونس شنو هو يعطيك ريجيم انت كيف ما تمشيش عليه مش معناتها نوتريسيونيست باهي ولا خايب انت تمشي على البروغرام اون فيت مي هو وقتاش بالحق يكون كومبيتون وقت يقنعك وقت تلقى في جمعه وسنين انك فريمون ريزولتا وقتاش يكمل لعب وقت انت تعطيه بروغرام هو يلقى ريزولتا خير ملي كان يتصور وقت باش يكمل معاك وش اللي يعطي فيك ثقه سي لو كوتي سورتو بسيكولوجيك بيه وفما حاجه اخرى حبيت نقولها بالنسبه للناس سورتو النساء اللي فوق 90 كيلو فوق 100 كيلو معناتها لوبيزيتي نتاعهم ستاد 2 ولا هما شنو هو خاطر هو سيركل فيسيو على قد ما تبدا اوبيز على قد ما تقول لك انا كيفاش باش نطيحهم على قد ما تجهم عليها باش تمشي للنوتريسيونيست مش كيما 80 كيلو باش تنقص 10 كيلو ولا 15 كيلو باقي ابرك باش توصل 65 اللي تبدا ديما فوق ال 100 تقول لك زعما 100 كيلو باش نمشي ننقص تي وقتاش باش نوصل لهم 60 ولا 70 شو حط بالي باغ بالي هو سيركل فيسيو قد ما باش تقعد تاكل قد ما باش تقعد المشكله تزيد ومش تنقص دونك بالنسبة للعبيد اللي فوق 100 كيلو ولا 90 كيلو مجهم عليهم باش يمشيوا للنوتريسيونيست بالعكس ابداوا بالي باغ بالي مثلا شهرين هذوما وانتم راكم تنقصوا اكثر من العبيد اللي توزن 80 و70 كيلو اسرع في بالي ينقصوا اكثر برشا ساعات معناتها جمعه على جمعه صحيح هي متنقصهاش كلها غريس ساعات تنقص لك في الجمعه 5 كيلو راهي ماهيش غريس هذيك مش مليون متفاهمي غريس وماء وشويه ماس مسكيد مي مش مهم خاطر هي ديجا كيف فوق ال 100 كيلو عندها مش كان غريس اون اكسيرا قا عندها غريس وعندها ميليا العباد ما حبتش تفهم وتقول لك انا نحب نقص كامل غريس متفاهمين باش نقص كامل غريس اما انت زاده كي تبدا فوق 100 كيلو باز عندك ماس مسكولير وما زايدين زاده دونك لازم تنقص منهم ثلاثه علاش هو تنقص من الاول برشا ومن بعد توحل هو مش توحل اون فيت خاطر الميزان نقصته من الاول ما كانش كان شحم ومن بعد شنو عليو بالاليمونتاسيون بطبيعه شنو لي ريزيستون باش ينقص كان شحم دونك كيف ينقص ميزان شحم هكا شنو اللي ينقص اقل باه دونك بالنسبه للعبيد اللي مجهم عليهم قلنا وفوق 100 كيلو ما تحبش نبداو بالي باغ بالي انت حط في بالك كان كل شهرين تنقص 15 كيلو سي ديجا حاجة باهية على الخير خير ملي قاعدة هكيكا وبالنسبة للعبيد اللي زايدة شوية ميزان 5 6 كيلو 7 كيلو تنجم جوست باللي سيونس معناتها 5 6 كيلو في شهر فاسيلمون تنجم تنحيهم حتى باللي سيونس اون ا با ريكور للريجيم تنجم ما تعملش ريجيم هذا انتيريسون فوالا بالنسبة للعبيد باش نعطي جوست استوس صغير نتاع انفوزيون خاطر ديما يسألوني ربي نشرب ماء بالقارص الصباح بربي ما نعرفش في الليل ناخذ شوف لي انفوزيون راهو كيف نعطيو انفوزيون ساعات نبدا نغزر لهم مش لي انفوزيون يصلحوا للناس الكل انا مثلا ما نرقدش منيح ولا ناخذ في دواء الاعصاب والسومي نتاعي بيرتوربي نمشي نشرب تي اخضر نضرب ايترا في النهار سي نورمال باش يزيد يدخلني بعض وقت ما حشتيش بيه انا اللي فيها مانسيسون نحن نحكيو على عبد ما ياخذش ولا عبد ايبر توندو عنده طونسيون ويمشي كيف كيف تي اخضر على منبهات نحكي لكش كافيين تمشي ولي معناتها العبد في ولا انسان ستريسي ديما على اعصابه هاو تي هاو قهوه تي بالعكس انا نقصلهم الحاجات هذوكم خاطر اول حاجه راهو باش تعمل ريجيم لازمك تكون ماكش ستريسي نحيها الفكره من بيت شوف شنو نقول لهم حاجه قد ما تجبد الانرجي هما علاش العباد اللي قاسيو في الاوبيزيتي من الصغرى راهو خلاف النوتريسيون فما ان كوتي بسيكولوجيك تري امبورطون ممكن حتى نقول اهم ساعات من النوتريسيون شوف العباد اللي بداو اوبيز من الصغرى نتاعهم يقاسيو في الاوبيزيتي تلقاها دارت النوتريسيونيست الكل والريجيمات الكل اللي على الانترنت عملتهم واللي يعمل ريجيم وسمعت به ضعفت به تمشي تعمله ما نعرفش شنو تمشي تشري برودويات راهو كله سافا دو سوا باش تقعد باقي تقاسي ليومنا هذا تلقى مازال تقاسي في الاوبيزيتي دونك تنحي فكرة اللي هي اوبيز ديجا باهي وتقتنع اللي عندها بروجرام كل دو موا مش حتى البروجرام اللي نحكي عليه انا تحط حتى هي بالير روحها كل شهر باش نقص يا خويا اعمل بوت 4 كيلو 8 كيلو باغ موا اللي تحب هي وعلى اساس هذاك احنا علاش موجودين نحن في شنو قاعدين نخدموا اي جاتون نعملك بروغرام منسور 4 كيلو باغ موا يكفي كان انت ما تحبش تعمل برشا ريستريكسيون تنقص في الاليمونتاسيون 8 كيلو في الشهر كيف كيف تنجم تمشي اي نوتريسيونيست 8 كيلو مانيش نحكي حتى على روحي اعطينا يا خويا خدمتنا نحن بروغرام سبيسياليزي للعباد انا بالنسبه لي انا 8 كيلو ديجا هايل في الشهر
دونك على دو موا معناتها 16 كيلو 15 كيلو نجمو نوصلوا حتى ل 20 كيلو سورتو كي تبدا لوبيزيتي ستاد 2 معناتها عندها بزيد كيلوات شحم دونك انا العبيد اللي تسمع فيا تو بوتيتر هما اوبيز ماهمش متشجعين كل يوم باش تبدا ريجيم غدوه بقيت ريجيم ميسالش راهو كان جيت عملت ريجيم وبلبست نهار ولا نهاري ما وفيتش الدنيا مانيش ساعات تمشي نوتريسيونيست انت بلبازك هاو فيت الدنيا وحالتك حليل لا عادش بيه نهار ولا نهارين خير ملي ما تعملش ريجيم جمله حتى كيف تنقص كيلو في الجمعه خير ملي ما تنقص جمله ولا تزيد زوز كيلو في الجمعه ديجا هي شو قلت انا بكري بسيكولوجي كيف تلقى ريزولتا معك تجيك معناتها ما فما حتى مشكل واحنا بطبيعه هوني بوغ لانكوراجمون ساعه وما فماش حد الحمد لله معناتها جاي للعمل كور وين ني با ساتيسفي بالنسبه لي انا عبد من جمعتين الاولاني نلقاه ماهوش موتيفي قولوا بطل من غير ما تكمل راني باش نقبل من نتعدى المريم اللي باش نزيد نحكي معها شوي اخر نحب اللي يسمعوا فينا سيرمون نقول لك شهرين و15 كيلو فيها برشا حاجات وفيها برشا باش شو تكلف لي غاليه اوكي كي سمعت السوم قبيله والله سي تري انتريسون معني علاش باش تكلف غاليه بالنسبه لي احنا لخدمتنا بون تلقى لي كور حتى معناتها ساعات تلقى لي كور وانا نقوم نضحك 100 دينار ولا 90 انت شنو تتوقع معناتها من الكور هذيك هذوك باش يهمنا فيه فوالا اعطينا الكور نتاعنا نحن نتاع 2 موا الكور نتاع 2 موا انا بالنسبه لي انا عامله صوم وصوم على الاخر ومانيش باش معناتها نتاي حالي فوالا دونك هذيا وبور لو موا دو فيفري زيد من بعد مانيش باش نكمل به البروغرام هذا اللي هو انتريسي باش يعمل البروغرام اي كومبري الكونسلتاسيون اي كومبري البيلان كوربوريل اي كومبري سويفي اي كومبري لي سيونس اللي باش يعملهم مارتين في الجمعه على خمسه جمعات هذوما او كور دي 2 موا وسويفي حد للاخر انا تو بور لو مومون عملتهم ب 400 très bien باهي ومعناتها من غير ما يحكي معايا حد في السوجي صلي على النبي لا لا انا نحب العباد يلسان لا مش على ما يحكي معايا حد ما تناقشنيش مش هذايا اللي نقصد فيه لا بالعكس معناتها نتصور العباد يلسان موتيفي بور دو موا معناتها دو سويفي و اي كومبري لي سيونس مش معناتها انا عامله صوم باهره ومش هذاك اللي قصدته اما بالحق صوم باش عبد يجي قريب باش نقول للعباد بالحق ما تيلمون نشوف فما عباد اوبيز وما همش متشجعين يجيو اعملوا ريجيم يا خويا اللي ما عندوش فلوس يجي اعمل حتى ريجيم مش لازم الكور اتون تبعك للاخر ما عندكش فلوس كونسلتاسيون ما تخلصش ميسيلش ما تخلصش يجي اعمل تلقاهم صفقة لا لا والله والله العظيم كيف عبد مستحق بالحق مش عبد يجيني معناتها جوست باش يجي معناتها هاي برا نعمل كونسلتاسيون بلاش والله يجيب لي عبد اللي هو مستحق vraiment il n'a pas les moyens باش يمشي للسبيطار ولا عادي عندكم والله مرحبا بي وصارت لي برشا مرات ومانيش متقلقه اما ما يجينيش عبد شنو هو اللي ينرف ذا كونفيت تعمل عبد مع برشا دي جيست وما يتبعكش ولا ما يسمعش كلامك سي با سا شو لونجاجمون اكثر من كل شيء بالنسبه لي انا وهاني نقولها ونعاود نقولها المره الاخرى قلت ديجا حكيت على سبور اللي ما عندوش لي مويان باش يخلص كونسلتاسيون بالحق ما عندوش يجيب لي حاجه اللي هو ما عندوش معناتها بطاقه فقر ولا اللي هو مرحبا بي ما عندي حتى مشكل داكور ميرسي لا ما نعرفش شنو اللي يعطيوه الكرني ولا حاجه كيما هكا دونك فما شوف اللي ياخذوا مثلا في منحه نتاع 150 دينار انا معناتها باش نقيمهم يجوا مرحبا بي ما عندي حتى مشكل ديابيتيك زايد في الميزان مرحبا بي اوني دو زومان قبل صحيح نخدموا على رواحنا وماذا بينا معناتها الناس كل تخدم على رواحها ما فما ساعات ديكا دي زومان من غير ما نحكي معناتها على روحي مرحبا بي معناتك صحه رانيا